يعني هذا الاجتماع إذا كان سوف يناقش، سوف يناقش من الناحية القانونية الدولية، سوف يوضع حقوقهم، امتيازاتهم، حقوق العودة، أو ماذا يمكن أن يعطى لهم، ما هي امتيازات، ما هي الواجبات. يعني سوف يناقش هذا الموضوع، مكان إقاماتهم، مكان عودتهم، سوف يناقش يعني بيقولوا باكج كامل لكل ما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم وكيفية إعادتهم، آلية إعادتهم إلى آخره. يعني كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع لما يكون أبو الغيط هو المدير العام للأمين العام للجامعة العربية، هو يعني الجامعة العربية في منظمة دولية، والمنظمة الدولية دائما ترعى بتنظيم العلاقات ما بين الدول، تنظيم العلاقات ما بين الأفراد والدول، واللاجئين هم جزء لا يتجزأ من أي دولة. يعني سوف يتم المناقشة خاصة بدول الجوار. يعني ما أعتقد أن من العام الجامعة العربية سوف يناقش مثلا موضوع دول لاجئي أوروبا، ولا يناقش بظن دول الجوار المقيمين في تركيا أو لبنان أو الأردن وكذا. وبعد كمان بيناقش موضوع اللاجئين اللي طلعوا من السودان، هلا حاليا اللي خرجوا من السودان نتيجه الحرب ودخلوا عبر معبر ما بين السودان الى مصر، فهو على الاقل هذا كان هو الموضوع الاكبر، يعني موضوع الحدث الكبير اللي شغال عليه الحاليا هو اللاجئين السودانيين. يعني نعم دكتور مصطفى، ملف اللاجئين ملف شائك ومعقد، باعتقادك ما هي افضل الحلول الممكنه في هذا الصدد بالنسبه للاجئين ولدول الجوار؟ يعني هلا احنا ممكن شيء بيهم اللاجئين هلا ايجاد المأوى، يعني ايجاد المأوى والمكان والطعام والشراب ومكان الايواء في مصر. نحن نعرف مصر يعني دوله فقيره، ما دوله ما هي غنيه بالامكانيات الماديه، ممكن ترى الاف الاف، يعني مثل ما شايف الاف الالاف اللاجئين السودانيين اللي غادروا عبر الحدود من السودان الى مصر. فموضوع تامين الطعام والمأوى والشراب والى اخره، وحتى ممكن تامين يعني هي بتقولوا خلينا نقول الباسيك سينس، يعني الحاجات الاساسيه اللي ممكن يتناقش فيها حاليا. يعني ما راح نحكي هسه المواضيع الثاني اللي هي التعليم والتدريس والعمل والقصصي، بس هو هلا حاليا يناقش مكان ايواء، مكان بحيث يجيب الدعم المادي والمعنوي من الامم المتحده، انه بحيث او الدوليه الثانيه ليحسن يامنوا ويساعدوا اللاجئين السودانيين. يعني طيب دكتور، هل الامم المتحده لا سيما مفوضيه اللاجئين كانت على قدر المسؤوليه فيما يخص هذا الملف من كافه النواحي برايك؟ مفوضية اللاجئين دائما يعني بيكون دائما نحن بنعرف دور المنظمات الدولية بيكون دوره توعوي تمهيدي تقليدي، يعني ما بيكون هذاك الدور الأساسي الكبير اللي بيدعم، لأنه دائما تعتمد على المعونات من الدول التي داعمة لهالموضوع هذا. وبتعرف أنتم ملف اللاجئين، يعني ملف اللاجئين أو الملف هذا السودانيين كدولة يعني ما كثير الموضوع مهم، يعني المفروض اللاجئين بشي بهالخطر الكبير ممكن يترعى فيه. السودان تعرفوا دولة فقيرة جدا ومصر دولة أفقر، فبالتالي ما كثير موضوع مهم كثير بالنسبة لهم. يعني الموضوع عبارة خلينا نقول يعني عبارة عن فقط يعني أنه اللغة العربية انه عملوا اللي عليهم يعني على الاقل، يعني بس فقط لا غير، يعني كف عتب وضع عتب مبقول. مو اكثر من هيك ابدا. يعني نعم وضحت الفكرة، اشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى نعوس المدير العام للشركة القانونية الدولية في الدنمارك، كنت معنا من الدنمارك، شكرا لك على هذه المداخلة.